السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع النهاردة اللي هنتكلم فيه إزاي تصنع زغاطة للحمام للزغاليل بإزازة زي كده ذات مية أهو، و سرنجة، أي سرنجة زي كده. عندنا 3 مقاسات للسرنجات، أنا جايب 3 مقاسات أهو، في الرفيعة سرنجة أنسولين بتبقى كلها 1 سنتي عشان الزغاليل الصغيرة الحجم الصغير، وفي 3 سنتي سرنجة 3 سنتي وسرنجة 5 سنتي. طيب يبقى ده الادوات اللي احنا هنستخدمها، ازازة مية فاضية او اي ازازة، و3 بطيان اللي زي الغطا ده، هي ممكن يشتغلوا كل 3 على نفس الازازة، 3 بطيان اهو معانا عشان يشتغل، نركب كل واحدة فيها مقاس، تمام، 3 بطيان، ومعانا سكينة مشنشرة زي كده او منشار، اي حاجة هتقطع بيه جزء من السرنجة، ومعانا مكوة لحام هي سخنة، المكوة عشان نفتح فيها في الغطا، او ان ما كانش تفتح باي طريقة حضرتك، لو ما عندكش مكوة افتح بالطريقة اللي تعجبك زي ما هنعمل كده. هنبدأ نشتغل الشغل العملي، تمام، هي المكوة سخنة، هنشوف نفتح اول، نبدأ بالحجم الصغير السرنجة الانسولين يعني اللي بيستخدم في السكر اهو، نفتحها، احنا مش عايزين السن ولا حاجة، مش عايزين غير السرنجة نفسها، مش عايزين السن ده في حاجة اهو، ادي السرنجة هنفتح على قدها، نشوف ادي المكوة، ونجيب زي ما حضراتكم شايفين كده، نيجي في النص بالظبط كده، ونحاول نفتح لها فتحة على قدها، نقيس اهو، تمام كده، بالطريقة دي بقى عندنا الزغطة اهو، تمام، دي بالحجم الصغير. هنعمل ايه؟ هنشد الجزء ده، ملوش لازمة اهو، الجزء ده خلاص شدناه، بقت الجزء ده القطعة دي حكمة دي عشان ما تطلعش محكومة السرنجة ما تطلعش بالطريقة دي، ونيجي السكينة او المنشار بتاعنا هنقطع الجزء ده، نقطع الجزء ده او ارجع لحضراتكم ازاي، بعد ما نقطع الجزء ده ارجع لكم. بعد ما قطعنا الجزء ده حضراتكم اهو، الجزء اللي هو بيركب فيه السن بتاع الحقنة الحقن، بنعمل ايه؟ عندنا الجزء ده، الجزء اللي هنا ده عايزين نثبتها بالمكوة سخنة اهو، بالمكوة وهي سخنة، نقوم نحاول نسيح الجزء ده في الجزء ده كده، نلحمها على الغطا، نلحم السرنجة على الغطا، لو ما عندكش كده ممكن تعملها بمسدس شمع او باي شيء عندك، المهم للتثبيت فقط اهو، لو حسيت ان هي بتمشي يعني، تمام كده، ثبتناها تمام، نستنى عليها لما تبرد كده، بقى اداة زغطة. طب احنا هنعمل البوز ده كده بحتة صنفرة ولا حاجة الصغير ده، من هنا نحاول نصنفر الجزء ده، ادي للزغاليل الصغيرة السرنجة دي. طيب نعمل الاكبر منها، 3 سنتي السرنجة 3 سنتي، نفتح السرنجة برضو، هناخد منها السرنجة نفسها وهنرمي، هنشيل الجزء ده خلاص اللي في الكاوتش ده اللي بندفع بيه،
احنا مش عايزين غير السرنجة الفاضية كده بس. تمام، نجيب غطا تاني، الغطا التاني اهو. تمام، نفتح برضو على قدها بقدر الامكان، حاول انها ما توسعش الفتحة علشان تدخل ما تتحركش. لسه شوية كمان، اه، واحدة واحدة لحد ما ايه المقاس يجي يبقى مظبوط. حاول ندخلها بالعافية كده احسن، كل ما كانت هنا. لو لاحظت حضرتك الغطا عمل ازاي، ما ينفعش كده. هناخد شوية من الايه، نصغر الجزء ده اهو علشان نوري لحضرتك تاني. الجزء ده حاش فين، طلع كبير. هنقص من الاجناب دي الطويلة دي الجزء ده او الجزء ده، نقص شوية دول بالمكوة او باي شيء زي ما اتفقنا. انت براحتك هتتصرف في الموضوع، انت المتحكم، اتصرف يعني. تمام كده، انا بعمل اهو، حاول اصغر. انا ما برضاش اقص الجزء ده، بقوله ان هو عشان يصدها ما تخرجش، حاول نشدها، خد بالك عشان ما تحرقش نفسك. تمام اهو، تمام دخلت في مكانها. تمام، 10/10، وهي سايحة كمان، ندخلناها وهي سايحة فمسكت على الغطا. تمام، يبقى بقى عندنا زغطتين فاضل، بس نقص الجزء ده بالمنشار او بسكينة، مش هنشار زي ما وريت لحضراتكم. السكينة دي اقصها برضو، قصيت الجزء القدام اللي بتاع السن، بقى عندنا كده زغطتين. المقاس ده شوف حضرتك مناسب جدا، وغالبا هو ده اللي هنستخدمه لكل الانواع، لكن لو حضرتك عايز اكبر هيبقى في الاكبر اللي هي 5 سم دي. احنا هنكتفي بكده علشان الوقت. هي بنفس الطريقة حضرتك هتعمل دي بنفس الطريقة برضو، ولو انت محتاجها انا بقول ان كفاية الاتنين دول، كفاية قوي تجيب الكبيرة وتجيب الصغيرة، لكن هي التالتة معانا برضو هبقى اعملها في وقت تاني. نطلع عند الحمام ون ايه نكمل نوريكم استخدامها ازاي. ده للناس اللي اعترضت على الزغطة اللي باستخدام السرنجة الكبيرة دي اللي انا كنت بستخدمها في علف الفراخ، قالوا ان علف الفراخ بيسمن الحمام، فانا قلت ان اعمل لكم سرنجة بالحبوب الطبيعية، بلاش موضوع التسمين ده. فاحنا عملنا الازازة دي اهو، بقى عندنا زغاطة زي اللي حضراتكم عايزينها اللي الناس طلبوها اهو، دي النوع الصغير ودي الزغاطة الكبيرة. فبقى عندنا الاتنين دول، نعمل برضو هنعمل التالتة ان شاء الله، وابقى لكم واحنا بنزغط الزغاليل عند الحمام لما نطلع. نعمل الخلطة بتاعت او الوصفة السحرية او الميكس زي ما بيقولوا عليه، اللي هو بتاعت زغطة اللي هنستخدمه في تصغيط الزغاليل، ونقول لكم المكونات. كتير قوي بيسأل السؤال ده، نعمل ايه الوصفة بتاعتنا تكون ايه، نزغطهم بايه. طيب الحاجات دي انا هطحنها، ده علف الفراخ البادي اللي هو 23% بروتين، 23%، ده دور الحمام اللي احنا كلنا عارفينه، دور الحمام والغلة، غلة الحمام او القمح. تمام، والفول، فول التدميس او الفول المجروش اللي زي كده، او اتقال عليه الفول المدشوش اهو. تمام، اتقال عليه في مصر الاسم ده. طيب بنضيف عليهم مكونات بقى من عند العطار، اللي هي الكزبرة الناشفة مطحونة، كزبرة ناشفة مطحونة، كل ده احنا هنطحنه مع بعض تاني. معلقة كزبرة زائد معلقة كركم،
زائد معلقة خميرة. معلقة الخميرة هتحسن هضم الحمام وتزود البكتيريا النافعة عند الحمام. طيب هنطحن الكمية دي كلها، الكمية دي كلها هنعمل حوالي 2 كيلو، هنطحنهم في الخلاط او في المضرب. لكن لو ما لقيتش خميرة حط رغيف عيش، لو ما لقيتش الخميرة حط رغيف عيش زي كده. تمام، هنطحنهم مع بعض كلهم ونخليهم ناعم جدا، وايه نرجع لكم تاني. طيب احنا طحناهم، بعد ما طحناهم بقوا بالشكل ده، اهو ناعم جدا اهو. بعد كده نطلع عند الحمام ونشوف هنستخدم الزغاطة ازاي ونزغط الحمام بيها ازاي. طيب احنا بعد ما طلعنا عند الحمام نبدأ نتعامل معانا الزغاطة اللي احنا عملناها اهوت، اللي عملناها يدوي. تمام، نبدأ نعبيها، ومعانا ازازة تانية اكبر يركب عليها نفس الغطا. دي 2 لتر ودي 1 لتر، هنعمل بالكبيرة علشان تكفي. ممكن حضرتك لو الكمية صغيرة تعمل بالصغيرة دي، اهو دي الصغيرة ودي الكبيرة على حسب الكمية اللي عند حضرتك. هو الغطا يركب على الاتنين، الغطا اللي فيه السن ده بيركب على دي وعلى دي اهو. المهم يستخدم في الاتنين. هنشوف، نفك كده من دي اهو ويركب هنا. تمام، هنبدأ نعبي الكمية اللي احنا محتاجينها ونحط عليها التلتين مية. نعبي الكمية اللي احنا محتاجينها اهو، هنشوف ازاي. ده الميكس بتاعنا، نستخدم الصغيرة علشان تبان اكتر في التصوير اهو. نحطها هنا، نحطها في العبوة كده علشان اللي يقع ما يقعش مننا بره. هنشوف، نعبي كده علشان اللي يقع ما فيش حاجة تقع مننا في بره. نعمل التلت من الخلطة زائد التلتين مية. تمام اهو كده، عشان اللي بيقع يقع زي ما يقع، اللي بيقع يقع جوه، مفيش حاجة تقع مننا في الأرض بقدر الإمكان. عبينا الكمية اللي احنا محتاجينها اهو بالمنظر ده، نحط عليهم مية. بعد ما جبنا كام زغلول كده علشان نوري لحضراتكم بس الطريقة اهو، هنركب وحطينا المية، هنركب السن ده اللي هو احنا عملناه بتاع الزغاطة اهو، ونرج كويس، نرج كويس جدا علشان يختلط الخلطة بالمية. اهم شيء تخليها ناعمة جدا، ولو سبتها 10 دقايق تتخمر عشان تكون ناعمة اكتر يبقى افضل اهو. بعد ما نرج تماما شوف بقى حضرتك بقى شكلها ازاي، لونها بقى اصفر من الكركم والكزبرة المطحونة اللي احنا حطناها. ممكن حضرتك لو عندك كيس لبن جاف في بودرة، انا عندي بس نسيت احط اضيفه قدامكم، يكون افضل لو ضفت عليها كيس لبن بودرة، نبقى نعمله لكم في فيديو تاني. نبدأ نتعامل اهو، شوف حضرتك، هندخل الجزء ده في الزغلولة كده اهو ونزغط. تمام، بس كفاية عليها. تمام كده، نجيب واحد تاني زغلول تاني اهو ونحط نفس الطريقة. بعد ما نرج في كل مرة نرج اللي المية بالخلطة اهو. تمام كده،
اتظبطت تمام كفايه. نجيب كمان واحد ونعمل له نضغطه اهو. شوف حضرتك ازاي كأنك بتكب بالإزازة وهو وهي بتنزل هي الإزازة، مفيش أكتر من كده. وأنا عملت قبل كده فيديو الزغاطة بتاع اللي باستخدام سرنجة، اللي هي سرنجة 60 سنتي، أسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. بكده أكون خلصت موضوع الزغاطة، يا رب تكون استفدت. بنشكر حضراتكم، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.